تشوفنا يعني تك تك مثل واحد مشتريها بالاقساط خطيه علي يعني يوميا لازم يدفع 10,000 فهو مضحي بهاي ال 10,000 يدفع ربما من جيبه ثق يعني انا اسالني ليه ثق بالله مشترينها بالاقساط فيوم بالشهر لازم ايش قد يدفعون 300 عايفين عملهم وشغلهم هنا لاجل هل هاي مال تبني مال تبني ابني جوا الجسر انا اشتغل بيها انا مو اشتغل وانا ما انقل هاي مكتوب عليه مجانا هاي موجوده انا عند باج وعند هذا مجانا لوجه الله ثق والناس تطي بس احنا ما ناخذ ثق نستحي يابا مال بنزين ما نقدر ناخذ يا اخي نحس عملنا مو لله بعد هاي اخذين بها الناس اني متظاهرين اخذين بهم اوصلهم هذا اليوقع هاي اشيله خادم اني حتى لو تحترق بلاش حتى لو تحترق فدوه انا صار لي حوالي 23 يوم كنت معالج جوا عالج العالم من كانوا العلاوي لحد ما جابونا وين للميدان وبعدين وين للسنك وياهم اني يومية اصب له 5 لترات 6 7 مو سوى اي على حسابي اكو عالم تطي ساهم ما بيها شيء سايق تك تك اني صار لي 25 يوم ما راح للبيت وهاي ملابسي ياتي الا تصفى شويه الامور تصفى تعدل الا اروح للبيت انتقالات صاروا ما طقتنا 3 شالوا شالوا 3 وما جمعت كلهم هنا طبات بال شو اسمه بالجيب الاحود اول تباع طبوا شو اسمه سيارات توه اخذوا 4 شباب يرمون كاس على العالم ما تعرفوا منهم ما نعرفهم ما نعرفهم تكتب مالك لا مالي حلالي مدين عليها؟ اي ايش قد مدين؟ مدين هسه 2 ايش قد سدد بالشارع؟ بالشارع سدد 300 طين بالنسبه للابطال جماعه التكتك يعني موقفهم ما ينسي دول اولا يقاتلون اولا تعبان وقت اللي جايبها بالاقساط اموره تعبانه وما عنده فلوس بنزين ما عنده بس هم هاي غيرتهم تدفعهم اكو احترقن واكو ضررن بس اكو ناس طيبه جايه تدعمهم لله وللوطن احنا نريد تكون ان شاء الله تطلع الوادم لا ظنايمه خلي يطلعون هاي شهداء هواي جاي تروح وجاي تروح عالم هواي